اهلا بحضراتكم معانا مره تانية عشان نكمل اخبارنا لهذا اليوم بناء على توجيهات السيد الرئيس السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه في اطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق. قامت جمهوريه مصر العربيه بارسال شحنه مساعدات طبيه لمتضرري السيول الاشقاء بدوله السودان. اقلعت طائره عسكريه على متنها شحنه من الادويه والمستلزمات الطبيه بالتنسيق مع وزاره الصحه للمساهمه في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الاونه الاخيره. اعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القياده السياسيه المصريه ووجه التحيه للشعب المصري حكومه وشعبا انطلاقا من الروابط التاريخيه والقوميه لمصر تجاه اشقائها في اوقات المحن. نخرج نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. جاءت الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية وجاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب في صالح الطلاب والعدالة. وهذا هو رد نص الرد، بيان من رئيس أوفكول حول كيفية منح درجات الجي سي اس اي والاي اس اي اللي هو الامريكان ديبلوما لهذا الصيف. نحن نتفهم، لا عفوا، الاي اس اي ده برضو بريطاني. نحن نتفهم أن هذا كان وقتا محزنا للطلاب الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها، يعني لم يمنحوا أكثر من فرصة لاجتيازها. أوجد الوباء ظروفا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في خلال أسبوعين. وبعد التفكير قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، وسيتم تطبيق التبديل لدرجات تقييم المركز على كل من المستويين مستوى A والمستوى AS على نتائج الاي جي اللي يحصل عليها الطلاب. لذا قررنا ان يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف الدرجة اللي قدرت مدرستهم او كليتهم انها كانت الدرجة اللي من المرجح ان يحصلوا عليها في امتحاناتهم او الدرجة المتوسطة ايهما اعلى. الف الف مبروك لاولادنا خريجي الاي جي 2020. الاعلامي الكبير اسامة منير، مساء الفل عليك يا استاذ اسامة. مساء الخير، ازاي؟ اهلا بيك، ازاي؟ صح. انا ايهاب صبحي يا استاذنا. طبعا يا استاذ ايهاب، ازاي؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ لا مش عارف اذا كان قدامك تلفزيون ولا. الف الف مبروك الانصاف. الله يبارك فيك، وميرسي لقناه ميسات اللي وقفتها معانا برضو لانها يعني عرضت شكوانا قدام العالم كله. وكمان اسمح لي اشكر السيد معالي الوزير طبعا اتصل وكان يعني مجهود كويس جدا منه، والمناشده اللي عملناها للسيد معالي الوزير ما تاخرش فيها خالص، فدي حاجه كويسه جدا واحنا بنشكره جدا عليها. و ده صحيح. ويا رب النجاح والتوفيق دايما لكل اولادنا. يعني الحقيقه انه يعني يعني انا بتوقع انه وزير مش هياخد بس بشكوى من اتنين تلاته في برنامج، فاكيد عمل دراسات وعمل شغل. فانا بشكر مع حضرتك وبضم صوتي صوتك في شكر الدكتور طارق شوقي، رغم ان الموضوع ما يخصش وزارة التربية والتعليم المصرية، لكن الخطاب الرسمي كمجتمع تعليمي في مصر له ثقله الان وتقدم عشرات المراكز عما كنا عليه قبل 2014، يعني اصبح ثقله بيمثل استجابة سريعة من لجنة الامتحانات البريطانية. اكيد يا ايهاب، ولكن يعني خليني اقول لك ان الشكوى كانت، نعم يا فندم معلش، الشكوى ما كانتش بس عن طريق قنوات، يعني الاستغاثه ما كانتش بس عن طريق القنوات التلفزيونيه، ولكن اعتقد ناس كتير جدا كمان كانت بتستغيث من الامر، لان الامر كان مخيف جدا. أيوه. وكان فيه ظلم كبير للاولاد. أيوه. وكان كل الاحساس بالحزن في كل الاسر اللي عندها اولاد في الاي جي، احساسهم ان اولادهم اتظلموا طبعا. فيعني استجابه السيد معالي الوزير دي كانت حاجه كويسه جدا. ده صحيح. والضغط اللي حصل، الضغط العالمي اللي حصل على كامبريدج من كل بلاد العالم،
خلاهم يعيدوا موقفهم تاني. صحيح. ويصلحوا، واحنا كنا بلد من البلاد اللي برضه ضغطنا عليهم شويه، وده حاجه كويسه لحد ده. طيب بشكرك جدا الاعلامي الكبير اسامه منير، والف مبروك للنجاح والعدل. معايا كمان على الهاتف دكتوره ليديا اللي كانت معانا في حلقه سابقه برضه وعبرت عن المشكله. دكتوره ليديا، يعني اكيد كتير من اولياء الامور بعتوا ايميلز للهيئه البريطانيه بتاعه الامتحانات. ده حقيقي يا استاذ ايهاب، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا فندم. وانا بشكركم جدا جدا الحقيقه، لان مساندتكم لينا وتدخلكم معانا وان انتوا وصلتوا صوتنا وصوت اولادنا وقدرتوا ان انتوا فعلا يكون لكم دور عظيم الحقيقه في المعجزه اللي حصلت دي، لان انا بسميها معجزه، لان الحقيقه احنا كنا يائسين، ما كناش يعني من علمنا بصرامة النظام البريطاني، وعارفين قد ايه هو نظام صعب مش سهل ابدا. فما كناش حاسين ان ممكن يحصل تغيير بصراحة، احنا كنا بنستغيث ورافعين ايدينا لربنا وبنقول يعني يا رب انت تدخل، لان صحيح. المشكلة كانت كبيرة جدا جدا وكانت صعبة جدا بصراحة. لكن الحقيقة احنا يعني احنا بنشكر طبعا كل وزارة التربية والتعليم الحقيقة، وحتى التعليم العالي، يعني معالي برضو وزير التعليم العالي كان ليه برضو دور كبير في الموضوع ده. عايزينكم بس تطمنونا لما النتيجة النهائية تعتمد ويخشوا الجامعة برضو نتواصل مع حضراتكم وتطمنونا انه فعلا اخدوا بالدرجات بتاعت انه انا كمدرس في المدرسة اقول لا ابني ده يستحق كذا، مش هو يعمل امتحان واحد ومالوش إعادة. لا لا لا، هو الحقيقة هم حطوا على الويب سايت الأساسي بتاع كامبريدج بأن كل الدرجات اللي المدرسة عطتها للأولاد وقيموها المدرسين القائمين في المدرسة العاملين بالمدرسة سيتم يعني الأخذ بها. الأخذ بها هي الدرجات الفاينل يعني. ألف مبروك. فطبعا دي من يعني دي معجزة، احنا بنشكركم جدا وبنشكر السادة المسؤولين كلهم اللي قدروا يساعدونا ووقفوا مع أولادهم. بشكر حضرتك، نشكر ربنا أولا وأخيرا زي ما حضرتك قلتي، وجزيل الشكر لسيادة النائبة دكتورة ماجدة نصر اللي اهتمت بالموضوع وتبنته والتقت السيد الوزير شخصيا. دكتورة ماجدة معانا يا شباب؟ دكتورة ماجدة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. يعني انا حبيت اسمع حضرتك مداخلات اولياء الامور الاول عشان تفرحي معانا على الهوا وتشوفي قد ايه يعني خطوه حضرتك واستجابتك السريعه ولقائك بوزير التربيه والتعليم يعني فرح اسر مصريه كثيره تكلفت يعني فلوس كثيره جدا خلال نظام الاي جي في 3 سنين، وكان عندهم امل ان اولادهم يختصروا من عمرهم وينزلوا سوق العمل بدري، واذا بهم هيعيدوا السنة أو هياخدوا درجات قليلة أو هيدرسوا حاجات هم كانوا أبعد ما يكونوا عنها. يعني بالفعل الحقيقة يعني أكتر حاجة يعني محساني بالفرحة الشديدة، وإن فرحة الأول الطلاب دول، لأن أنا حاسة بيهم طبعا، وإن هم أكيد كانوا مصدومين، وأولياء الأمور الحقيقة. يعني وانا بشكر برضو قناه نيسات لحاجه معينه، يمكن اي قناه ذكرتها خبر ليه، لكن انتوا يعني اي قناه اخرى ذكرت هذا الموضوع كخبر وخلاص، لكن الحقيقه انتوا تبنيتوا هذا الموضوع، ويمكن ده اللي خلاني يعني يمكن هو ما اتعرضش علينا ولا جالنا شكاوي في مجلس النواب، لكن عن طريقكم الحقيقه يعني يمكن تبنيتوا الموضوع، وانا يعني بشكر بشده كل واحد اللي اهتم بهذا. الحمد لله. بشكر بشده الدكتور طارق شوقي، لان طبعا الحقيقه انا مجرد اتصالي بيه رد عليا فورا وقال حلين، يعني هو مستاء طبعا من الوضع والقرار اللي اخذته كامبريدج، وبالتالي بعد جواب شديد اللهجه باعتراضه بان ده ظلم لطلابنا. وحضرتك قلت ان احنا برغم ان مش مسؤولين عنه، لا، طالما نظام بيطبق في مصر لنا الاشراف فقط ولنا المتابعه الامور دي ماشيه سليمه او لا. فالحقيقه يعني الدكتور طارق شوقي ما تاخرش وكان يعني تبنى الموضوع بجديه شديده، وكمان عمل بديل يعني اتصل بيه يعني تعاون مع
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ويمكن انا قلت تاني يوم ان دي حلول، يعني اللي هي ممكن في حاله اصرار كامبريدج على موقفها ممكن يبقى في امتحان قدرات يرفع شويه من بالزبط. المستوى، فاقصد التفكير في بدائل. فالحقيقه انا بشكره جدا جدا، بشكر حضراتكم كقناه نيسات لانها فضلت ورا الموضوع لحد ما انا سعيده جدا بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها، سعاده غير عاديه. وزي ما سمعت دلوقتي من المداخله انا مش يعني اللي قبلي على طول، ان فعل انا نفسي كنائبه حتى والامر بايدنا اكتر وبايد الحكومه، لكن ما كنتش متوقعه الحقيقه ان كامبريدج تغير رايها، وده تفهم للموقف وبناء على قوه الوزير في مخاطبه هذه الجهه صح. ودفاعها عن اولادها. يعني انا بشكر حضرتك، بشكركم جدا، يعني بشكر حضرتك تاني، وباكد لك انه السنين الطويله ما بتروحش هدر، والمجهود الكبير في أي مكان، جهدكم للارتقاء بمستوى التعليم في مصر هو اللي خلى مصر الدولة ليها ثقل لما تخاطب المسؤولين عن أكبر شهادة بريطانية أو شهادة تعليم سنوي في العالم اللي هي الآي جي، يبقى فيه استجابة. شكرا جزيلا يا دكتور. طيب الحقيقة أنا كمان يعني سعيد جدا جدا، وبقول نفس الكلام اللي قلته الدكتورة ماجدة بقوله برضو على برنامجنا وبقوله على قناتنا، انه لما يبقى في شيء حصري زي دوت لينا، ولما يبقى في انه بشكر كمان باسم سعد مخرجنا اللي جاب الخبر والتقطه من على صفحة أسامة منير وقال لنا الموضوع ده مهم، ايه رأيكم. كمان بشكر عبير فؤاد رئيس تحرير اللي قالت ايوه ده موضوع مهم، بدأ الكل يخش ويقول طب نعمل ايه، طب نجيب دكتورة ماجدة، طب نناشد وزير التربية والتعليم، طب نعمل مداخلة، طب نستضيف أسامة. المهم انه في الاخر احنا بنحاول صدقوني في كل الاتجاهات يكون ده اسلوبنا، مش عشان مثلا الاعلامي الكبير أسامة منير مثلا صديق وزميل لينا، لا، لما بيكون فعلا استغاثة حقيقية واحنا سعداء بالاستجابة من وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، من هيئة الامتحانات البريطانية، والشكر لربنا اولا واخيرا اللي وفقنا في هذا الامر. طيب تعالوا نشوف بقى مصر عاملة شبكة أو خطة قومية كبيرة للحفاظ على المية إزاي. الخطة دي بتسمى تبطين الترع كجزء من مشروع قومي كبير لتأهيل وتغطية البنية المائية التحتية لمصر. مصر بطنت ترعة نجع 7 بطول 1.7 كيلو، يعني حوالي 2 كيلو، بتكلفة أكتر من 3,400,000 جنيه، حوالي 3.5 مليون جنيه. ترعة قرية أولاد رايق بمركز أسيوط 0.5 كيلو و320 بطول 1.320 كيلو. طبعا الهدف من تبطين الترع والمصارف اللي بتتفرع من نهر النيل نقلل الفاقد اللي بيذهب ويتسرب عبر هذه الجدران، عشان المية اللي في الترع والمصارف دي تصل لنهايات الترع اللي كانت بتعاني من ضعف المياه. استاذ الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه بجامعه القاهره، مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني احنا بنتكلم في الخبر كان فيه يعني تقريبا 3 كيلو مثلا، المستهدف تبطين جدران ترع ومصارف قد ايه؟ احنا الحقيقه الخطه القوميه لترشيد المياه بتتضمن تبطين كل اطوال الترع المسميه اللي من عهد محمد علي محفوره في الطين المسمي وتربه طميه عاليه المسميه، بيتراوح طولها ما بين 30 الى 35 الف كيلو متر. احنا النهارده انتهينا تقريبا من حوالي الالف الاولاني، طبعا دي هتتم على مدار 10 سنوات. ما نقدرش نعمل الاطوال دي كلها في سنه واحده 30,000 كيلو متر. فانتهينا من الالف كيلو متر ده، الغرض منه اولا ان انا بمنع التسرب من المسام بتاعه التربه الطينيه عاليه المسميه، ودي بتفقدني مش بتفقد مصر بالذات، لكن احنا عندنا في الترع المسميه وفي الهند وبنجلاديش وافغانستان كلها نفس الترب بتفقد ما بين 25 الى 35% من كميه المياه اللي خارجه. يعني انا لو ضخيت
100 مليون من السد العالي على بال ما يوصل الى الدلتا يبقوا 75 مليون فقط. فطبعا دي اولا فاقد كبير بيقدر عندنا في مصر انه قد يتراوح ما بين 15 الى 19 مليار متر مكعب كل سنه. ده فاقد سواء بالنشع او التسرب العميق من قاع الترع المسميه او بالتبخير ايضا، خصوصا في شهور الصيف بيبقى التبخير عندنا عالي، فبرضه ان شاء الله هيكون في خطه ثانيه لتبطيء يعني تغطيه جزئيه للترع بحيث ما تعملش اظلام للترع، انما تغطيه جزئيه تقلل من البخر يعني تقلل من تعرض المسطح الاكبر من المياه في الترع او المصرف لاشعه الشمس المباشره. برافو عليك، هي علشان التبخير بتبقى على شكل كده حرف 8 باللغه العربيه ومفتوحه من النص بحيث الشمس توصل لها، فده بيمنع نمو الفطريات كلها والطحالب الخضراء والزرقاء على وش الميه، فبتبقى الميه صحيه ومفيش منها اضرار. دي الجزء الثاني. الفايده الثانيه من تبطين الترع انه حركه الميه هتبقى اسرع، لان حضرتك عارف التربه المسميه بتشرب هي طبعا بتعطل وبتعطل، بتشرب ميه وبعدين تدي اللي بعدها واللي بعدها تشرب وبعدين تباصي اللي، فكل ده بيعطل حركه الميه. ايوه زي لما الواحد الفرق ما بينه ما بيمشي في طينه مثلا او يمشي في طريق ممهد. لكن سؤالي بالظبط كده، سؤالي برضو المهم حضرتك تنورنا فيه، هل في حيوانات مائيه بتعيش على هذه التربه الطينيه ممكن نخسرها؟ لا 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 خالص خالص، يعني الترع لو فيها اسماك هتفضل زي ما هي فيها اسماك، ما الهند بطانيه اغلب الترع بتاعتها. طيب لو في اي كائنات زي الضفادع مثلا زي بتاع هتبقى برضو موجوده، لان الضفادع بره مائيه ممكن تطلع على بره على الفخوف بتاعه الترع وتنزل الميه من وقت للتاني. طيب فمش هتتاثر. لكن انا عايز اقول لك كمان انه تبطين الترع بيؤدي الى سرعه جريان الميه. طيب بمعنى انا الاول كنت بعاني ان انا مثلا لو عندي نقص في الميه، والمزارعين في محافظه كفر الشيخ مثلا في شمال الدلتا بيشتكوا من نقص الميه، علشان اعالج المشكله دي كانت الميه بتوصل من السد العالي علشان ازود حصه الميه بتاع كفر الشيخ تاخد 17 يوم. النهارده مع الترع الاسمنتيه الرقم ده ينخفض للنص، تاخد 8 ايام بس عشان توصل. اذا يبقى هنا الزرع يقدر يتحمل، ما يموتش من العطش، ما ينتظرش 17 يوم على بال ما نبدا نلحقه وندخله ميه من السد العالي. طب دكتور نادر، يعني جريان الميه. طيب السؤال، اذا كان التبطين اسمنتي والموضوع بسيط، ما هوش يعني لو زعي في في في, في ابتكاراته، هل هو انا كنت هسأل حضرتك يعني مين الدول المتميزه في ده واحنا استلهمنا التجربه منين وايه الماده اللي بنبطن بيها، لكن حضرتك قلت تبطين اسمنتي، يعني الموضوع بسيط. طب ليه الدول اللي زي الهند وبنجلاديش ومصر سابقا لم تفطن لخطوره هذا الامر وهذا التسرب وهذا البطء وبطنت باسمنت؟ لا شوف، احنا كل الترع اللي اتحفرت في مناطق الاستصلاح الجديده اللي راحت النبريه او اللي راحت الصالحيه او اللي راحت وادي النطرون، كل الترع كلها الجديده او ترعه السلام او حتى المشروع اللي بدانا فيه في توشكا وتوقف، كل الترع فيه كانت اسمنتيه، لان طبعا الرمل بيبقى عالي المسميه قوي وبيدي كميه ميه كتير. أي الترع الطينيه على قد ما هو التبطين جزء مهم، وزي ما قلت لك بيخفض من بين 25 ل 35% من كميه الميه، الا انه مكلف جدا، يعني كيلو متر تقريبا بيكلف نحو مليون جنيه. فشوف بقى، انا عايز ابطن 35,000 كيلو متر. فطبعا دي بتبقى فوق الطاقه، فلازم اعملها مثلا على مدار طويل على 10 سنين، بحيث ان تبقى في خطه خمسيه اولى وخطه خمسيه ثانيه كل ما انتهي من جزء. ثانيا انه في بعض الترع هتتحول لمواسير، يعني الترع القريبه من الحقول الصغيره قوي زي المسقه والمروه، دي بتبقى ترع صغيره ممكن احولها لمواسير، فبمنع بقى سواء التسرب بالنشع وامنع كمان التسرب بالبخر، لان الميه داخله جوه الماسوره ما فيش حاجه بتطولها فتصل ايضا. فاذا في جزء هيتحول الى مواسير اللي هو الترع الصغيره القريبه من الحقول، وجزء اخر هيتم تبطينه اسمنتي. الجزء الثاني من تطوير الري في مصر، لان انا عندي فقد في الميه في مصر في جزئين، الجزء الاول الترع الناقله او نظام الدليفري سيستم، والجزء الثاني داخل الحقول المرويه بقى. داخل الحقول ما زال عندنا الري بالغمر، ده بيفقدنا كميه كبيره من الميه. ايوه طبعا، احنا اعاده استخدام مياه الصرف، يعني الميه اللي بتروح للمصارف برجعها ثاني
أيوه. انما ده برضو يعني مش صحي 100% للارض رغم ان هو تمام. مقبول وكل حاجه، انما وصلت كفاءه الري عندنا 74 لو تحولنا الى الري المقنن سواء الري المحوري بالبيض. اسرائيل من اهم الدول اللي بتروي بالتنقيط في العالم كله. ايوه بس عشان عندهم الترع اغلب الاراضي رمليه، واحنا كل الاراضي الرمليه اللي في مصر ايضا بتروى بالتنقيط وبالري المحوري. اذا حولناها الى ري محوري او ري بالرش او ري بالتنقيط أيوة. انا بقدر اوفر كمان حوالي 20% من 15 ل 20% من الفاقد جوه الحقول، يبقى انا بوفر 25 في نظام الترع الناقله للمياه وبوفر كمان 15 داخل الحقول أيوة. اذا بوفر 40%، وده يمكن يوفر لنا ميه تكفي لري واستصلاح حوالي 4 مليون فدان يا رب في القدرات القادمه. انما كمان المهم انه هيدينا امان ان انا قدرت ارشد استخدامات الميه طبعا. واقدر اوفر بحيث انه لو حصل اضرار للسدود العملاقه اللي موجوده في اثيوبيا يبقى انا على الاقل قدرت مع تحليه ميه البحر مع معالجه مياه المخلفات مع استخدامها مع تبطين الترع مع الري الحديث قدرت اوفر جزء اكبر كتير من اللي ممكن يتخصم من المياه. شكرا جزيلا استاذ دكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه بجامعه القاهره، والحقيقه انه احنا يعني ده يطمننا ان احنا لما نكمل ال 35,000 طول كيلومتر يعني ان احنا كده يبقى بنوفر ما يقترب من ال 40%، يبقى ده برضو الميه اللي بتجيلنا نقدر نستفيد نعظم الاستفاده منها. طيب تعالوا نروح لطنطا حيث قامت كاميرا البرنامج كاميرا مساء الخير بزياره تفقديه لاعمال المنطقه التجاريه اللوجستيه بمدينه طنطا في محافظه الغربيه اللي قام بها الاستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي ومساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. تعالوا نشوف هذه التغطية ونرجع نعلق مع حضراتكم. تمت زيارة تفقدية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية لتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وكمان افتتاح مقر السجل التجاري بالمنطقة. متشكر جدا مع الوزير، أنا شفت حضرتك وكان عندي اكسبيرينس التعامل معاك في مشروعي في خارج مشروعي، شفت تفكير حضرتك لمنظومة التجارة الداخلية، شوف تطوير حتى في السيستم كله كبلد ان احنا فعلا في اهتمام كبير بالتجارة الداخلية زي ما بنقول نقلة نوعية. الزيارة كانت بحضور الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. يوم ما نرفع الجودة ونرفع المناخ العام للبيع مش معناه تلقائيا ان انا ارفع الاسعار، بل بالعكس لازم اكون منافس في السعر وبالتالي اقدر اجيب الاستثمارات دي بطريقة اسهل. ليه؟ كل ما الزباين تزيد وهو عمال يقول لك لا اكتر من 2000 اسمع بس اسمعني بس، كل ما الزباين تزيد وتبيع اكتر كل ما دورة رأس المال بتاعتك بتتحرك. احنا هنا في منطقة في ساعتها 84 فدان، كانت منطقة وتقدري تبصي على المناطق المجاورة كانت عبارة عن مناطق مهملة زراعية ضعيفة وتم تخصيصها لجهاز تنمية التجارة، وتعتبر من أول المناطق اللي ابتدينا فيها نعمل حاجة بنسميها مناطق لوجستية متعددة الأغراض، وقلنا إن اللي ما ينقص التجارة الداخلية وينقص انتظام الأسواق وينقص مراقبة الأسعار وينقص كل ده البنية الأساسية للتجارة الداخلية، ثم كذلك رفع مستوى الجودة والمنافسة. لن يعني تنتظم الأسواق إلا بأن يكون هناك تجارة منظمة، والتجارة المنظمة معناها أن يكون في أماكن إنتاج واضحة
اماكن تخدين واضحه، اماكن توديع واضحه، منافذ توديع واضحه. وزاره الشباب والرياضه موجوده في كل ربوع مصر، في القريه عندنا برامج كتير جدا سواء شبابيه او رياضيه، في يعني الكره ذات الاحتياج كمان احنا موجودين من خلال مراكز الشباب، من خلال نزل الشباب، المدن الشبابيه، بيوت الشباب، موجودين من سلسله مختلفه من قطاعات الانديه، وبندعم كل الانديه المصريه. لكن شيء مهم جدا هي ظهور الانديه الخاصه اللي احنا بندعمها. النهارده بنشهد تحول كبير جدا في محافظه الغربيه، المحافظه الغنيه والمحافظه ايضا يعني اللي فيها ظواهر كثيره محتاجين ان احنا نحاربها، على راسها الهجره غير الشرعيه. بالتاكيد ان مشروعات مثل هذه المشروعات الكبرى لابناء المحافظه طبعا بيغير نظرهم تجاه، مش عايزه اقول يعني موضوع الهجره غير الشرعيه، ولكن هو بيبص يشوف الدوله بتاعته اللي بتشارك مع القطاع الخاص، يعني مؤسسات الدوله مع القطاع الخاص، ازاي ان هم بيطوروا هذه المحافظه، ونشهد هذا التحول في التنميه. الحقيقه صرح كبير جدا بيتم افتتاحه النهارده في المنطقه اللوجستيه بطنطا، وبالاخص في النادي الاجتماعي اللي بنكلم حضراتكم منه، اللي تم افتتاحه منذ قليل، واشرف على افتتاحه معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والعديد من الوزراء اللي كانوا حريصين جدا على تواجدهم في هذا الافتتاح. وكمان هذا النادي بيعتبر من ضمن المنطقة الترفيهية في المنطقة اللوجستية بطنطا. أندرو مرجان، مساء الخير، ميسات. الحقيقة يعني شيء عظيم، أراضي زراعية غير مستخدمة تتحول لهذا المركز الجبار للتجارة، وزي ما قال معالي وزير التموين دكتور علي المصلحي أنه تجمعات. احنا لسه كنا نتكلم مع رئيس جهاز حماية المستهلك عن مسألة التواجد الواضح للمستهلك، التواجد الواضح للمحل اللي بيبيع، للمنفذ، لمكان التخزين، لشغل وزارة التموين والتجارة الداخلية. منطقة تبدو زي ما تكون ترفيهية، مكان جميل زي ما شفته، اهتمام كبير. وزيرة الهجرة بتتكلم في نقطة تخصها جدا، بدل ما يبقى المحافظات دي فيها هجرة غير شرعية، يبقى إذن أنا أساند أي جهود تخلق فرص عمل في هذه المحافظات اللي بيطلع أولادنا منها يموتوا عشان مش لاقين فرصة عمل. امبارح كان ترامب بيتعهد بعشرة مليون وظيفة في خلال 10 سنوات، ده على أمل يعني أنه هو قاعد 10 سنوات، لا ده 10 شهور، بس دي دعاية انتخابية. وزير الشباب بيتكلم لأن المبنى مقام على أرض نادي، فالدعم مهم. وزير التموين بيتكلم لأنه الموضوع كله تموين وتجارة داخلية. أنا بشكر زمايلي جدا كل العاملين في القناة الحقيقة اللي سهلوا التغطية الرائعة ديت، إن احنا نبقى موجودين، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنبقى مرافقين وموجودين مع السادة الوزراء اللي بيفتتحوا مشاريع مهمة علشان ننقل لحضراتكم هذا الخير والمستقبل المتفائل لمصر إن شاء الله. أنا خلصت الأخبار، لكن عايز أقول بس إن بكرة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات هتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهنكون مع حضراتكم في تغطية مفصلة لهذا الأمر، وإن شاء الله يكون معانا بعض السادة النواب الفائزين. وكمان هقول برضو خبر في عنوان صغير، وهو موضوع وزارة الصحة. النهاردة أعلنت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء 453,000 عملية، وده رقم الحقيقة رهيب، 400 بس، هو الخبر مليان تفاصيل عشان كده أنا مش قادر أقوله كله. 453,845 عملية، يعني حوالي 454,000 داخلين على 500,000 عملية لإنهاء القوائم الخاصة، قوائم الانتظار بالتدخلات الجراحية الحرجة منذ إنشاء وإطلاق المبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس في يوليو 2018 لغاية النهاردة الثلاث 2020 أغسطس 2020، يعني بنتكلم في سنتين الدولة عملت ما يقترب من 500,000 عملية كانت في قوائم الانتظار للحالات الحرجة. دقايق ويشرفنا الشيخ عادل الفيدي رئيس لجنة التواصل الاجتماعي المصرية الليبية وعضو مجلس
الأعلى للقبائل الليبية في مسائلها.